أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل استغفار الصحن للاعقه جاء فيه حديث صحيح؟ نعم، ورد فيه حديث، والاستغفار والتسبيح هذا ورد أن المخلوقات كلها تسبح الله، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هي تسبح لكن نحن لا نسمعها ولا نعرف تسبيحها، ولكن الله جل وعلا يعلم ذلك. نعم، فتسبيح كل شيء بحسبه. نعم.